التعليم في أمريكا هذا الركن الأصيل من أركان قوة هذا البلد، كيف يسير وكيف تتم إدارته بهذا الشكل حتى أصبحت المدارس والجامعات الأمريكية تحتل دائما الصدارة ما بين كافة مدارس وجامعات دول العالم أجمع؟ إن التعليم في أمريكا يسير بشكل مختلف عن العديد من دول العالم. وبداية علينا أن نعلم أن كل فرد في أمريكا يلتزم من يكفله سواء كان أباه أو أمه أو خلاف ذلك بتعليمه، لأن التعليم حق أساسي مكفول له. والتعليم المكفول هو حتى نهاية التعليم الأساسي، وهو ما يعادل الثانوية العامة في مصر أو في الدول العربية. فهذا التعليم يكون مجانيا. وقد سبق لي أن زرت أحد المدارس الابتدائية في مدينة بوسطن، وقد دخلت إلى الفصول حتى أرى كيف يتم تعليم هؤلاء الأطفال ويتم تلقينهم بالعلوم. فوجدت أن المعلمة على سبيل المثال للأطفال لمن هم في الصف الأول يتم معاملتهم بشكل يختلف اختلافا جذريا عما يحدث عندنا سواء في مصر أو في أي دولة عربية أخرى. وجدت أنهم يتعاملون مع الأطفال بحس مرهف جدا، فلا نجد صوت عال لأي طفل ولا نجد أي إكراه لأي طفل على أي شيء، بل إن الأطفال يستمعون إلى نصائح معلميهم من خلال محبتهم لهؤلاء المعلمين وليس خوفا أو جبرا أو قهرا. وجدت أن الأطفال في أمريكا في مدارسهم يتلقون المعلومات والعلوم وهم بنفس راضية. لذلك نجد أن أي طفل تم نشأته في أمريكا يختلف عن أي طفل في أي دولة أخرى، لأن الاهتمام قد بدأ به منذ النشأة الأولى وهو طفل، سواء في مرحلة الحضانة أو في مرحلة التعليم الأساسية الأولى، هي مرحلة التعليم الابتدائي. أما ما بعد مرحلة الثانوية العامة تأتي مرحلة الجامعة. ودراسة الجامعية في أمريكا تختلف اختلافا جذريا أيضا، إذ أن الدراسة في أي جامعة أمريكية يقوم الطالب فيها باختيار مواد الدراسة في أربعة مناح رئيسية. الفرع الأول هو العلوم الإنسانية، فعلى الطالب أن يختار 10 مواد يدرسها على مدار 4 سنوات، وللطالب أن يختار 10 مواد أخرى في العلوم الاجتماعية يدرسها أيضا خلال 4 سنوات، وللطالب أيضا أن يختار 10 مواد أخرى في المواد العلمية، وله أن يختار 10 مواد أخرى في التخصص الذي يطمح أن يعمل به. بمعنى أنه إن كان يريد دراسة الطب فإنه سوف يختار مواد تتعلق بتلك المهنة، وإن كان يريد دراسة القانون فإنه سيختار مواد أيضا تتعلق بتلك المهنة. أي أن الطالب في النهاية يدرس في كل عام 8 مواد، مادتان في كل فرع مما ذكرنا، العلوم الاجتماعية والعلوم الإنسانية والمواد العلمية ومواد التخصص. وللطالب المطلق الحرية في أن يقصر مدة دراسته، بمعنى أنها بدلا من أن تكون 4 أعوام قد يختار أن يتجاوز تلك المواد ويمتحن فيها خلال 3 أعوام، وله أيضا أن يزيد من المدة فتصبح 5 أعوام بدلا من 4 أعوام. ولكن الدراسة الجامعية ليست مجانية كما هو التعليم الأساسي في أمريكا، فمن يريد أن يكمل دراسته عليه أن يدفع تكاليف ونفقات الدراسة. إلا أن هناك مؤسسات وجامعات كثيرة قد تعطي بعض الطلبة المتفوقين منحا دراسية فلا تأخذ منهم أي نفقات، إذ أن للمتفوق في أمريكا شأن آخر، فإذا ما رأوا فيه أنه قد يصبح ذا شأن في مجاله في يوم ما فإنهم يتكفلون بدراسته، ولكن بشرط
أن يستمر نجاحه في الدراسة وليس تفوقه. وهم الاختلاف الجذري هنا هو أن الجامعة الأمريكية والتي مدة الدراسة فيها 4 أعوام لا يتخرج منها الطالب في تخصص معين، بمعنى أن من يدرس في أي جامعة أمريكية مدته 4 أعوام فإنه لا يخرج منها مهندسا أو إداريا أو محاميا أو طبيبا أو أي شيء آخر. أي أن الجامعة الأمريكية تجعل من الطالب يعلم بضعة أشياء عن أشياء كثيرة، ولكنه لا يعلم كل شيء عن شيء واحد. يبقى السؤال إذن، كيف يتخصص الطالب في أمريكا؟ إذا ما أنهى الطالب في أمريكا دراسته الجامعية فله الحق في أن يدرس في المدارس المهنية البروفيشنال سكول. هذه المدارس تكون مدتها 3 أعوام فقط. إن الطالب الجامعي الذي يتخرج بعد 4 أعوام من أي جامعة أمريكية إذا ما أراد أن يكون محاميا فإنه يذهب إلى مدرسة القانون، وإذا ما أراد أن يكون طبيبا فإنه يذهب إلى مدرسة الطب أو مدرسة الهندسة أو التجارة أو إدارة الأعمال أو خلافه. وحتى يستفيد الطالب من النفقات التي يدفعها إلى المدارس المهنية يكون دائما العدد المطلوب في كل عام عدد محدد، ولا يسمح بأن يتجاوز العدد الحد الأقصى. التحق الطلاب بالمدارس المهنية التي هي مدارس التخصص ليس بالأمر السهل أيضا، لأن الطالب الجامعي عليه أن يقوم بتجاوز امتحان آخر يؤهله هذا الامتحان، بخلاف شهادته الجامعية للالتحاق بالبروفيشنال سكول أو المدارس المهنية. هذه الامتحانات تعقدها بعض الشركات الخاصة وليست شركات حكومية، وإذا ما رسب الطالب الجامعي في امتحان يؤهله للدخول إلى إحدى المدارس المهنية فلا بأس، فقد يذهب إلى شركة أخرى أو مؤسسة أخرى يمتحن فيها من جديد، ثم قد يتم تأهيله بهذه الشهادة الأخرى للالتحاق بالمدارس المهنية. من ضمن الاختلافات الجذرية سواء في الدراسة الجامعية أو في المدارس المهنية في أمريكا هي العلاقة ما بين الأستاذ الجامعي وبين الطالب. ففي مصر على سبيل المثال نجد أن مستقبل الطالب يكون رهنا بيد أستاذه الجامعي، ولكن في أمريكا الوضع يختلف، فالطالب هو من يتحكم ببقاء هذا الأستاذ في الجامعة، وقد يتسبب في نقله أو فصله من التعليم الجامعي أساسا. ففي نهاية كل فصل دراسي يقوم الطلاب بكتابة تقارير يعبرون فيها عن رأيهم في هذا الأستاذ الجامعي، فإن كان حسنا ذكروا ذلك وإن كان سيئا ذكروا ذلك، ويوصون الجامعة إما بالإبقاء عليه أو بالاستغناء عنه. الطالب في أمريكا سواء في مرحلة الدراسة الجامعية أو في مرحلة المدارس المهنية التي تلي مرحلة الدراسة الجامعية من حقهم أن يختاروا أستاذ المادة الذي سوف يدرس إليه. لذلك نجد أن أي أستاذ جامعي في أمريكا حريص على إرضاء الطلاب ويقوم بإيصال المعلومة كاملة إليهم، فهو يطمح من خلالهم إلى أن يأتي طلاب آخرون ويختارونه طبقا لما سمعوه عنه من أنه حسن السمعة. من أمور التعليم الفريدة في أمريكا أيضا الامتحان. كيف يتم الامتحان؟ الامتحان في أمريكا يأتي عبارة عن اختيارات، وكافة الاختيارات تكون صحيحة، بمعنى أن الطالب حتى يختار اختيارا ما فإنه يجب ألا يكون قد حفظ المنهج الدراسي بل فاهم المنهج الدراسي. الامتحان في أمريكا يكون لمدة معينة 45 دقيقة أو تزيد، ولكنه يكون عبارة عن اختيارات وليست أسئلة فيها تعليل أو كتابة. أي أن من لديه موهبة حفظ المنهج الدراسي سيرسب في هذا الامتحان إن كان يحفظ ولا يفهم. في النهاية أرجو أن أذكر ملاحظة أعتقد أنها هامة، إذ أنه لا يوجد في التعليم الأساسي في أمريكا
فصول للمتفوقين كما هو الحال في مصر والدول العربية، إذ أنهم يرون أن فصول المتفوقين تضع الضغينة فيما بين الطلاب وبعضهم البعض. لذلك لا ينظرون في أمريكا لأي شخص على أن هذا ذكي أو هذا غبي، وإنما الجميع سواسية. فهذا إن تفوق هذا العام قد تعود تلك الأمور لأسباب نفسية، وهذا إن رسب هذا العام أيضا قد تعود الأمور لأسباب نفسية وليس لأن هذا ذكي أو هذا غبي. تحياتي لحضراتكم، ويوجد مقال مفصل حول كل ما ذكرت في وصف هذا الفيديو.